البداية بالتأكيد من تدريبات المنتخب الوطني في البصرة استعدادا لبطولة الصداقة. نتابع. استعدادنا جيدة لبطولة الصداقة، أكيد هي تجربة أن كلاعبين أول تجربة لبطولة الصداقة، وأغلبية اللاعبين جاهزين بدنيا، تعرف يعني الدوري مستمر. الحمد لله اليوم البارحة وصل الفريق بسلامة، اليوم نخوض أول وحدة تدريبية، وموضوع الدعوة شرف لأي لاعب يمثل المنتخب الوطني، وإن شاء الله نكون مميزين في هذه البطولة ونرضي جمهورنا إن شاء الله.